أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نحن نقوم بجمع العنب ثم عصره حتى يخرج ما به من عصير فنشربه، وما بقي أي العنب المعصور نضعه في قدر لمدة 20 ساعة حتى يصير مثل الدبس، فما حكم ذلك؟ ما دام لم يشتد، لم يزبد، ولا أو لم يأتي عليه 3 أيام فلا مانع من استعماله. نعم.